التحليلية من الميادين، انتخابات إسرائيلية رابعة خلال عامين من دون حسم. هل يمهد غياب الفائز للانتخابات الخامسة وما هي السيناريوهات المحتملة؟ أردوغان يجدد حزبه ويقترح معالجة الخصومات مع الشرق والغرب. أي غايات لأردوغان من التغييرات في قيادة الحزب؟ وهل ينوي العودة لتصفير المشاكل؟ باكستان تستعرض عسكريا وتبعث برسائل تهديد إلى الهند. لماذا رسائل التهديد وهل عاد التوتر الهندي الباكستاني في كشمير؟ وفي قضية اليوم، واشنطن تضع أطفال المهاجرين في قواعد عسكرية. ليس مكانهم مأدور الرعاية، ما غاياتها؟ ألم تتحول مراكز إيواء الأطفال إلى معسكرات تدريب وتجنيد لمتشددين يقاتلون باسم الدين ومرتزقة يحاربون باسم المال؟ لا أكثرية ولا أقلية ولا رابحة أو خاسرة في الانتخابات الإسرائيلية الرابعة خلال عامين، ما يجعل سيناريوهات تأليف الحكومة مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الذهاب نحو انتخابات خامسة. النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية لن تنتج حسما، ما جعل الأزمة السياسية مرشحة للاستمرار. الأمر الواضح الوحيد هو أن المأزق السياسي لم يحل، وليس هناك حسم للمرة الرابعة خلال عامين، وربما هناك متوج ملوك جديد، وهذه المرة من المجتمع العربي. وفي ضوء غياب الحسم وعدم حصول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 61 مقعدا تمكنه من تأليف الحكومة، يجد نتنياهو نفسه مضطرا إلى المناورة بين سيناريوهات متعددة، إما التعويل على فارين محتملين من أحزاب أخرى وهو أمر شكك مراقبون في أرجحية حصوله، وإما تأليف حكومة بدعم خارجي من القائمة العربية الموحدة برئاسة عباس. حتى إذا انضم بنت إلى نتنياهو فهو لن يستطيع تأليف حكومة، وهنا تأتي مسألة منصور عباس الذي ليس عليه دعم حكومة نتنياهو بل ألا يعارضها فقط، وهكذا يكون تأليف نتنياهو للحكومة مرتبطا بعباس. سيناريو آخر محتمل يقوم على محاولة المعسكر المناوئ لنتنياهو سن قانون يمنع مشاركته في انتخابات جديدة. إذا توفر للمعسكر المعارض لنتنياهو 61 مقعدا فإنهم يبلورون خطة على مراحل في نهايتها، ربما لا يكون لهم حكومة بديلة، لكنهم سيمنعون نتنياهو من المنافسة في الجولة المقبلة عبر القانون. ما لم يحصل تحول دراماتيكي في النتائج النهائية ومن دون خرق الأحزاب السياسية لالتزاماتها، فإن إسرائيل قد تجد نفسها ذاهبة نحو انتخابات تكون الخامسة خلال عامين. في سيناريو كهذا يبقى نتنياهو رئيس حكومة انتقالية، مع الإشارة إلى إمكانية خروج اتفاق التناوب مع بني غانتس إلى حيز التنفيذ إذا طالت الفترة الانتقالية. محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. ناصر، بعد فرز 99% من الأصوات في انتخابات الكنيسة، هل اتضحت النتائج وبالتالي من سيشكل الحكومة؟ هل اتضح هذا الأمر أيضا؟ النتائج واضحة والنتيجة متقاربة تماما مثل المرات السابقة. الانتخابات الرابعة ليست أوضح من الانتخابات الثلاثة التي سبقتها. هذه الانتخابات تتمحور حول شخص نتنياهو، حتى رسامي الكاريكاتيرات والنقد السياسي يجمعون في إسرائيل على أنها انتخابات تمحورت حول من مع نتنياهو ومن ضد، وهذا أدى إلى تحطم الأحزاب الأيديولوجية حتى تكاد تختفي. نذكر من بينها حزب العمل الذي كان يسيطر على إسرائيل بالكامل، نذكر من بينها أيضا انشقاقات عن الليكود، حتى القائمة العربية انشقت وتفتتت بين منصور عباس وبين القائمة العربية الموحدة، وهذا يؤدي إلى المزيد من التشظي، المزيد من الانقسام.
الليكود انشق عنه نفتالي بنت وإلى تشاكيد وأيضا سموتريتش وأيضا جدعون ساعر. لا يوجد اليوم حزب يقول أنا أمثل الإسرائيليين، لا يوجد حزب يستطيع تشكيل الحكومة بدون ابتزاز وبدون استجذاب للأحزاب الصغيرة التي لم تعد تعرف إذا كانت تصل إلى نسبة الحسم أو لا. كديمة اختفت عن الخارطة، وبالتالي نحن أمام صورة يتضح فيها بأن الذهاب إلى انتخابات خامسة مسألة وقت فقط، سيضيع شهران ومن ثم ربما 40 يوم، وبعد ذلك سيصلون إلى نفس النتيجة التي كانوا يعيشونها منذ سنتين وهي عدم استقرار الحكم. الجميع يبحث من يحصل على 61 مقعد، ولا أحد يسأل كيف سيحصل على 61 مقعد. نتنياهو حطم العملية السياسية، حطم عملية السلام، عزز الاغتيالات، ومن ثم أشاع التوتر في الإقليم كله بحجة معاداة إيران وتهديد بالقصف، وفي النهاية تعزز نشر العنف في سوريا. الدمار الإقليمي لتعلق فؤاد الإدارة الأمريكية بالانتخابات الإسرائيلية جريمة بحد ذاتها. ما يحدث في إسرائيل وعملية تضليل كبيرة، في النهاية الصهيونية هي التي تحكم وليس الأحزاب. أتوجه إلى مراسل الميادين في إسطنبول محمود واثق. محمود، يعني هناك استحقاق انتخابي أيضا مهم في تركيا، وهو مهم بالتحديد لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وهناك استطلاعات رأي أو تقارير تتحدث عن استحالة حصول حزبه أيضا على الأغلبية. ما هي الخيارات؟ نعم، بالفعل يعني الانتخابات التركية المقبلة في 2023 هي الانتخابات التشريعية والرئاسية، مهمة جدا بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولحياته السياسية. آخر مرة يترشح للمنصب الرئاسي هو من الآن رشح نفسه مع الحزب مع دعم وتأييد من الحركة القومية. تحديات كثيرة أمام حزب العدالة والتنمية للفوز بهذا الاستحقاق المقبل والأهم في المرحلة الحالية. هناك كثير من الخيارات بدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الآن، تحشيد الدعم السياسي له من خلال عقد المؤتمر العام والمؤتمرات الأخرى في المحافظات التركية، ومن خلال التقرب إلى الأحزاب السياسية الصغيرة والتحالف معها للحصول على أغلبية مريحة في هذه الانتخابات. هناك خيار آخر هو التوجه إلى تعديل قانون الانتخابات من خلال وضع دستور جديد. هو من الآن يتحدث إلى هذه النقطة، إذا ما تم تغيير قانون الانتخابات الحالي فإنه بالتالي لن يحصل هذا الحزب على 50+1، لكنه سيفوز بالأغلبية الجزئية في الانتخابات المقبلة. أعود إليك ناصر اللحام، يعني هذه الانتخابات وما رافقها يعني من وقائع تتعلق به الأوزان الانتخابية، هل يمكن أن تهز إسرائيل بطريقة أو بأخرى من الداخل، وماذا عن صورتها في الخارج؟ أعتقد بدون تردد نعم هزت إسرائيل من الداخل. لو كانت الظروف طبيعية لازدادت نسبة الهجرة بشكل كبير إلى أمريكا بالذات كندا وأوروبا. الإسرائيليون اختنقوا من ما يجري، فساد، إفساد الحكم، انتخابات 4 أو 5 خلال سنتين، هذا عزز الانقسام، عزز الانتشار العنف والتوتر السياسي، وكل هذا لصالح مجموعة من المسؤولين وأولادهم. أي باحث يسير في شوارع المستوطنات والمدن اليهودية سيسمع شكوى كبيرة جدا من الفساد ومن السيطرة على الحكم. إلى جانب آخر على صعيد الملفات الخارجية، مصلحة الذين يحكمون الآن هي التي تقرر. الجيش أصبح كعكة، له ميزانية ضخمة تصل إلى 370 مليار، وبالتالي من يريد أن يسرق، من يريد أن ينهب، من يريد أن يسيطر عليه أن يذهب إلى الجيش. لم يعد البقرة المقدسة بل مغارة علي بابا الجيش، جيش الاحتلال، وبالتالي نتحدث عن مبالغ طائلة في شراء الأسلحة. لاحظنا فساد في صفقة الغواصات، الفساد في غيرها من الصفقات، نحن نتحدث عن مئات الملايين. الأوضاع الحالية تشير إلى أن إسرائيل
تتفتت. هو إسرائيل اليوم ما بعد الصهيونية، لدينا جيل جديد يبحث عن الراحة، يبحث عن الفيكيشن وأن يذهب. بالمناسبة كل شبان أولاد وبنات الذين ينهون الجيش يذهبون رحلة شهرين أو ثلاثة إلى الهند، جبال الهند أو إلى نيبال أو إلى غيرها لتسلق الجبال، ما يدل على، يذكرنا بالتجربة اليونانية قبل انهيارها اقتصاديا. أعتقد أن إسرائيل لم تدرك بعد أنها غرقت في نفسها. طيب، تجديد البيعة لأردوغان تحصيل حاصل في مؤتمر حزبه، لكن اللافت كان تجديد قادة وكوادر الحزب، وخطاب أردوغان الذي اقترح معالجة الخصومات في الشرق والغرب يذكرنا بنظرية صفر مشاكل، لكننا في الوقت نفسه تعودنا على تقلبات أردوغان، فهل هي إحدى حيله الجديدة؟ رجب طيب أردوغان. آمال وإصلاحات ينشدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مؤتمر حزبه العام لا تخلو من تحديات جسام. فعلى الصعيد الداخلي يواجه حزب العدالة والتنمية عقدة انتخابات 2023، ولا سيما مع تراجع شعبية الحزب وخسارته لكبرى البلديات في الانتخابات الأخيرة، فضلا عن الوضع الاقتصادي المتدهور وتقلبات الليرة التركية التي أضعفت ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد التركي. في العلاقات الخارجية ستكون هناك إصلاحات شاملة، بحيث نعمل على إنهاء حالات العداء والخصومات وحل كل الملفات من أجل أمن واستقرار المنطقة. زيادة أصدقاء تركيا وإنهاء الخصومات لصالح استقرار المنطقة عناوين طرحت في مؤتمر حزب العدالة والتنمية، مؤتمر غابت عنه شخصيات كبيرة باتوا من المعارضين لأردوغان، وحلت محلها وجوه جديدة في ظل تغييرات واسعة طالت 50% من قياداته. أعتقد أن أردوغان بحاجة أولا إلى ترتيب البيت الداخلي للحزب. هذا الحزب لم يعد قويا كما كان بعد الانشقاقات الأخيرة، وهذا يشكل التحدي الأهم أمام أردوغان وفريقه الجديد في الحزب. التوتر السياسي الآخذ في التصاعد مع المعارضة التركية، وصولا إلى وجود خلافات حادة مع الإدارة الأمريكية الجديدة في ملفات عديدة، إضافة إلى استخدام الحل العسكري في التعامل مع حزب العمال الكردستاني في الداخل والخارج، تحديات تضع تطلعات حزب العدالة والتنمية أمام اختبار حقيقي. رسائل طمأنة بعث بها الرئيس التركي إلى الداخل والخارج، فهل وصل الرجل إلى طريق مسدود في مشاريعه السابقة، أم أن إصلاحات حقيقية آتية في مقبل الأيام؟ محمود واثق، إسطنبول، الميادين. محمود واثق، ما الذي يريده الرئيس أردوغان من خلال الحديث عن إصلاحات سياسية داخلية وانفتاح وتغيير في العلاقات الخارجية؟ نعم، يعني هو يشعر بحجم التحديات والضغوط التي يتعرض لها من الداخل ومن الخارج. على الصعيد الداخلي الملف الاقتصادي يؤرقه كثيرا خلال الفترة الأخيرة مع تقلبات الليرة التركية وهشاشة أو تدهور الوضع الاقتصادي وانتقاد المعارضة لسوء إدارة هذا الملف، تحديدا مع استمرار سياسة الإغلاق ومع تداعيات مستمرة لجائحة كورونا. على الصعيد الداخلي أيضا هناك سجال سياسي كبير بين الحزب الحاكم والمعارضة التركية مجتمعة، هناك توترات كبيرة في الداخل التركي على خلفية مئات بل آلاف الاعتقالات التي طالت المعارضين وأصحاب الرأي. هذه الملفات كلها داخليا هي تحديات كبيرة بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. على الصعيد الخارجي هناك توترات كبيرة مع العديد من الدول حول ملفات عالقة مع الملف السوري العراقي في ليبيا، التدخل العسكري أو التواجد العسكري التركي في العديد من هذه الدول في الإقليم، التوتر مع اليونان ومع الاتحاد الأوروبي أيضا، فقدان الثقة وعدم العلاقة الجيدة أو
بناء العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، كل هذه الملفات مجتمعة تعتبر تحدي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المرحلة المقبلة. بالتالي تحدث عن الإصلاحات وعن إنهاء الخصومات مع الدول في هذه المنطقة لإحلال الأمن والاستقرار، نعم. كما قال أردوغان في المؤتمر العام لحزب العدالة، يحاول ترتيب البيت الداخلي من خلال التعديلات الكبيرة التي حدثت في قيادة الحزب. أذهب إلى مراسل ميادين بكر يونس. بكر، ما سر العلاقات الإيجابية والمتطورة بين تركيا وباكستان؟ يعني هذا تظهر من خلال يعني لقاءات المسؤولين الأخيرة في الأشهر الأخيرة، وأيضا في الأيام الأخيرة تظهر ذلك من خلال تحية تركيا إلى إسلام أباد في عيدها الوطني، وإضاءة يعني جسور إسطنبول باللون الأخضر. في الحقيقة باكستان تسعى إلى الخروج من مظلة المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وذلك من خلال التواصل وتقوية علاقاتها بالدول الأخرى. شهدنا ذلك عندما قام وحاول عمران خان رئيس وزراء باكستاني بالمشاركة في مؤتمر كوالالمبور، ونشهد ذلك أيضا من خلال تقوية العلاقة مع الجانب التركي. باكستان ترى بأن تركيا دولة قوية صاعدة في قوتها السياسية، وأصبحت لاعب أساسي في المنطقة، لذا على باكستان أن تكون لديه علاقات خاصة بتركيا، وهذا المنظور بالذات هي استراتيجية تتبعها باكستان مع تولي حكومة عمران خان، حكومة إنصاف، وبقيادة عمران خان مقاليد البلاد، لأنهم يرون بأن تركيا هي دولة يجب على باكستان أن تقوم بالتواصل معها والكثير جدا من الأمور معها، لا سيما التي ترى باكستان دولة هامة من ناحية الإنتاج العسكري وأيضا شراء الأسلحة العسكرية التي تقوم باكستان بتصنيعها. أعود إليك محمود واثق، يعني ما هي أهم التحديات الداخلية والخارجية في طريق أردوغان إلى انتخابات 2023؟ يعني بداية هو بحاجة إلى ترتيب البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية بعد الانشقاقات الأخيرة، وربما تكون هناك انشقاقات جديدة إلى موعد الانتخابات في 2023. أيضا هو بحاجة إلى إعادة ثقة الناخب التركي بهذا الحزب، والتراجع الكبير الذي حدث لشعبية هذا الحزب خلال الفترة الماضية من خلال خسارة الحزب لأهم البلديات في تركيا، إسطنبول وأنقرة وإزمير ومدن أخرى. أيضا هو بحاجة إلى تحسين الوضع المعيشي في الداخل التركي، لأن هذا الملف سيفقده كثير من أصوات الناخبين في الاستحقاق المقبل. على الصعيد الخارجي باتت الملفات المتوترة معروفة، الحضور العسكري التركي في العديد من الدول، وجود مشاكل مع العديد من الدول في هذه المنطقة مع سوريا والعراق واليونان ودول أخرى، بالإضافة إلى توترات مع الاتحاد الأوروبي في أزمة الشرق المتوسط و الاس 400 الروسيه والعلاقه مع الاداره الامريكيه الجديده. كل هذه الملفات تعتبر تحديات كبيره بالنسبه للرئيس التركي رجب طيب اردوغان. استعراض القوى العسكريه لاسلام اباد حمل في ثناياه رسائل تهديد لنيودلهي، لماذا هذا التهديد خصوصا بعد انخفاض مستوى التوتر في كشمير؟ ولماذا الاستفزاز باستعراض مقاتلات باكستانيه صينيه الصنع؟ بالرغم من الهدوء النسبي في التوتر القائم بين الهند وباكستان، وفتح باب المفاوضات الثنائيه حول ملف نهر الاندس بين نيودلهي واسلام اباد، اختار الرئيس الباكستاني عارف علوي ذكرى الاستقلال لتأكيد رفض بلاده سياسة الهند في كشمير، مواقف باكستانية حملت رسائل واضحة إلى الهند. نحن مع كشمير ومع قضيتها، ما يحدث في كشمير هو ظلم وهو أمر ترفضه باكستان والعالم، هو عمل غير إنساني من طرف الهند التي بسطت سيطرتها العسكرية منذ عام 2019، وبهذا خالفت كل المعاهدات الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة. قائد الجيش الباكستاني كان قد تحدث مسبقا بأن سلامة المنطقة بأسرها لن تتحقق إلا بعد إيجاد حل للتهدئة بين دول الجوار، وهو ما يأتي بعد وقف إطلاق النار على الحدود الكشميرية، وقف مشروط بتخلي الهند عن إصراره على فرض حالة الأمر الواقع في كشمير، لكنه في الوقت ذاته بات مطلبا إقليميا بحسب قائد الجيش الباكستاني. لابد من وجود بيئة آمنة ومستقرة للنهوض بأي مكان،
نسعى إلى إيجاد هذه البيئة من خلال بدء محادثات مع الهند على أساس إحلال استقرار عادل. باكستان التي تسعى إلى مواجهة الضغوط العسكرية الهندية المتزايدة على حدودها الشرقية وفي منطقة كشمير، اختارت إظهار قوتها العسكرية وأنها قادرة على الوقوف أمام الضغوط الهندية من خلال عرض منظومة الصواريخ الباكستانية الأحدث والتي ضمت صواريخ غوري وبابر وشاهين القادرة على حمل رؤوس نووية، إضافة إلى أسراب الطائرات المقاتلة على رأسها GF-17 المطورة باكستانيا وصينيا، ما كشف عن تعاون عسكري صيني باكستاني وما يحمله من رسائل باتجاه نيودلهي وواشنطن. في هذه المناسبة الوطنية تؤكد باكستان مجددا أنها قادرة على حماية كامل حدودها وأن جيشها جاهز لكل احتمالات، لكنها في المقابل ترفض بالكامل أي تحركات من جانب الهند، ما يعيد المعادلة الباكستانية الهندية إلى مربعها الأول. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. بكر يونس، يعني الاستعراض العسكري حمل رسائل لنيودلهي وواشنطن، ما هي؟ هل يمكن أن نفندها؟ في الحقيقة هناك الكثير جدا من الرسائل، لعل أهمها ما تريد باكستان أن تقوله للهند بأنها لن تستسلم لما تقوم به الهند من سياسة فرض الأمر الواقع في الجانب الكشميري وحشد قوات في تلك المنطقة، وأيضا تريد أن توضح بأن هناك علاقة قوية الآن باكستانية صينية وباكستانية روسية، وأن باكستان تستطيع الحصول على الدعم من هذه الدول، دعم العسكري وأيضا الدعم اللوجستي، وأن بإمكان باكستان الاستغناء الكامل عن واشنطن إذا ما استمرت الإدارة الأمريكية في دعم الهند بالضغط على باكستان. لابد أن نوضح بأن الصين، روسيا، دول تسعى إلى الاستقرار في المنطقة حتى تتمكن الصين بالذات من استكمال إنشاء مشروع خط التجارة الصيني الباكستاني، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة، لذا نرى الإدارة الأمريكية تسعى إلى إحداث أزمة في المنطقة، ولذلك تدعم الهند من خلال حتى تستمر الهند في الضغط على باكستان وأحداث التوتر في المنطقة. حتى عملية السلام التي تحدث الآن في أفغانستان كما نرى الآن أصبحت روسيا التي تتولى الأمر وأيضا الصين، وهناك دعم غير مرغوب حقيقة أمريكيا، ما يعني يسبب هذا الدعم إشكالية في الحوار، رغم أن الولايات المتحدة الآن هي طبعا هي العامل الرئيسي في هذه المفاوضات، لكن ما تقوم به الولايات المتحدة من ضغوط في المنطقة هي أمور تسبب عدم توتر وعدم توتر وعدم استقرار في المنطقة. وهنا نرى بأن باكستان تسعى للتأكيد للهند بأنها قادرة على استبدال الحصان الأمريكي بدعم صيني وروسي. نعم، أذهب إليك ناصر اللحام. يعني لمسنا في الآونة الأخيرة تقارب بين الهند وإسرائيل، ما حاجة الهند إلى إسرائيل ككيان صغير؟ الهند لا تحتاج إسرائيل، ربما استخدمتها كجسر للإدارة الأمريكية، لكن إسرائيل بدأت تقارب مع الهند قبل 20 عاما تقريبا، أرادت منها أن تكون خزان ديموغرافي لتغرف تهجير قبيلة على شكل يهود لتهجيرهم إلى هنا، وبالفعل ذهبت الوكالة اليهودية وفحصت، ثم لأسباب عنصرية رفضوا تهجير بعض القبائل. من المليار الهندي أن يأخذوا حفنة لإسرائيل تضح أنهم ليسوا شقر ولا عيونهم زرقاء، وبالتالي تم رفضهم. بعد ذلك تطور الأمر أمنيا إلى اتفاقات أسلحة وإلى غيرها، هذا أدى إلى انحراف موقف الهند تجاه القضايا العربية بالذات القضية الفلسطينية، وهذه العلاقة بينها وبين إسرائيل أيضا لابد أنها تؤثر في الباكستان. الباكستان موقفها واضح، والهند تستغل إسرائيل وإسرائيل تستغل الهند، كلاهما يسيران في طريق خاطئ. أعتقد أولى بالهند أن تصالح جيرانها من أن تقيم علاقة مع دولة استعمارية مثل إسرائيل. أعود إليك بكر يونس، الهند وباكستان تحدثتا في وقت سابق عن رغبتهما بإقامة علاقات ودية بين البلدين، ولكن باكستان تريد يعني مبادرة من قبل الهند، فعليا أي خطوات عملية تريدها؟ باكستان قامت في السابق بالكثير من المبادرات، لا سيما من خلال إعادة فتح بعض المعابد الهندوسية والتي سمحت الهندوس من الهند بالقيام وزيارة هذه المعابد التي تعتبر مقدسة بالنسبة للهندوس أيضا في الهند. تريد باكستان أن ترى من الهند
أمور تراجع على سيما في ملف الكشميري والسماح للكشميري بحق بتقرير مصيرهم، الأمر الذي تكفله قرارات الأمم المتحدة. لكن يبدو أن الهند مصممة على الاستمرار في هذه الاستراتيجية، استراتيجية المنع الكامل والسيطرة الكاملة العسكرية في منطقة كشمير، وهذا الأمر الذي ترفضه باكستان. وترى باكستان بأن استمرار الهند بهذه على هذه الصورة أمر سيدفع بالمنطقة إلى حرب بين الهند وباكستان. شكرا جزيلا لك بكر يونس، وشكرا أيضا موصول لناصر اللحام وأيضا لمحمود واثق. فاصل نحلل بعده قضية اليوم. أطفال حملتهم رياح الهجرة إلى الولايات المتحدة، مكانهم الطبيعي في دور إيواء ورعاية اجتماعية وتربوية. الاهتمام بالطفولة شعار الغرب، لكنهم بدلا من ذلك حولوا إلى قواعد عسكرية. فأي بيئة وتنشئة يريدونها لهم؟ ما الغايات يا ترى؟ هل هو تجنيد مبكر لهم لاستخدامهم لاحقا في حروب خارجية؟ كل شيء وارد، فمشهدهم يذكر بمعسكرة تجنيد داعش والقاعدة للأطفال للقتال باسم الدين. وزارة الصحة طلبت والبنتاغون وافق على إيواء أطفال مهاجرين لا مرافق لهم في قاعدتين عسكريتين بولاية تكساس. الغرابة تشوب الطلب والموافقة، والمتحدث باسم البنتاغون جون كيربي كان واضحا في تأكيده أن الإيواء سيكون مؤقتا، وأن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ستحتفظان بالوصاية على هؤلاء الأطفال وبالمسؤولية عنهم ورفاهيتهم ودعمهم خلال وجودهم في المنشأة. الموضوع يتعلق بإيواء أكثر من 5000 طفل، ولم يتضح بعد إذا كان البنتاغون قد وافق على الطلب بالكامل. في مركز كاريزو سبرينغز في تكساس، وفد من الكونغرس يعاين استمرار زيادة عدد الأطفال المهاجرين. قال الوزير إن مراكز الدوريات الحدودية ليست مكاناً للأطفال، ولذا ما نحاول القيام به في أسرع وقت ممكن هو نقلهم من حرس الحدود ليكونوا في عهدة مركز الصحة والخدمات الإنسانية الحكومي. يقول فريق بايدن إنه في صدد إنشاء قنوات قانونية للهجرة، فهو لن يعيد طفلا في الخامسة من عمره إلى المكسيك بمفرده، بل يعمل في أسرع ما يمكن لتوفير ظروف لم شمل الأسر كي تتمكن من متابعة لجوئها. هناك تحسن مقارنة بما اختبرته مع الإدارة السابقة، ورغم ذلك هناك الكثير مما يتعين القيام به. ثمة حاجة إلى العمل بجدية أكبر لضمان عودة هؤلاء الأطفال إلى عائلاتهم. هناك الكثير من الأسباب التي تحتم الإسراع في ذلك. العودة سريعاً، هذا هو التحدي الأبرز أمام إدارة بايدن في ظل انتقادات كثيرة لمدى الانعكاس الصحي والنفسي والاجتماعي على الأطفال من جراء مكوثهم في قاعدة عسكرية ولو على نحو مؤقت. محلل الميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة نزار عبود. نزار، بداية عن الخبر، طلب وزارة الصحة وموافقة يعني البنتاغون على وضع أطفال مهاجرين في معسكرات وفي قواعد عسكرية في تكساس، أليس هناك من غرابة بين الطلب والموافقة بداية؟ هناك طبعا، تحية لكم جميعا. لا شك طبعا هناك غرابة في الطلب، لكن الظروف التي خضعت لها مراكز الإيواء في الحدود هي غير اعتيادية. حصل تدفق هائل للمهاجرين بعد تولي بايدن للرئاسة، وهناك طبعا أوضاع غير اعتيادية، هناك وضع صحي غير ملائم، لا يمكن جمعهم في مراكز الاعتقال أو التوقيف عند الحدود كما حصل في عهد الرئيسين أوباما وترامب، وأقيمت لهم أقفاص حديدية تشبه أقفاص الحيوانات وكانت مربوطة بسلاسل. هذه الأوضاع تختلف حاليا لأن هناك كوفيد 19، وهناك حاجة لرعاية هؤلاء الأطفال، خاصة هناك نحو أكثر من 5000، هناك نحو 10000 طفل و 20000 فرد من أفراد الأسر في المراكز الحدودية. بايدن أعلن أنه يريد التعاطي مع هؤلاء كمهاجرين.
ولتسيير معاملاتهم لابد من مرور 3 أيام على الأقل لكل واحد للنظر في طلب اللجوء أو الهجرة. لذلك هناك طبعا فرز للمجموعات. هناك حالات في السابق حصل فصل بين الأسر والأطفال، وهناك أكثر من 600 طفل تقريبا فصلوا تماما عن ذويهم وفقدوا، ولا تزال هناك لا يوجد أي اتصال بينهم وبين ذويهم. ما يمكن أن يحصل لهؤلاء خاصة في القواعد العسكرية هو أن الكبار يفرزون على حدة لمن هم لا سيما في سن 13 إلى 17 الذين يستطيعون رعاية أنفسهم إلى حد ما. هذه الثكنات تتمتع بمهاجع يقال أنها غير مستخدمة. طبعا ليس هناك رقابة صحفية على ما يجري، هناك تكتم إلى حد بعيد، ما يمكن أن يحصل لهؤلاء مجهول. هناك فرص طبعا لتجنيدهم، هناك فرص لتوظيفهم في أعمال كثيرة، لكن ذلك لا يزال رهن التكهنات. ولكن أيضا ذكرت نقاط نزار سوف أعود إليك يعني بها، ولكن اسمح لي أن أذهب إلى قاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية. قاسم، لماذا تعتبر الولايات المتحدة بلد المهاجرين فيما نرى بأنها تضع أطفال المهاجرين في معسكرات هي أشبه بمعسكرة اعتقال؟ يعني هي اعتبرت بلد المهاجرين لأنها جمعت كل المستوطنين من الدول الأوروبية المختلفة، وبهذا المعنى لم تكن مستوطنات لبلد بعينه، إنجلترا أو إيرلندا أو غيرها، إنما كل الذين أرادوا الاستيطان من الدول الأوروبية في هذا البلد جمعوا وسموا ثورة الاستقلال، وأصبح اسمها الولايات المتحدة الأمريكية. هي أشبه ما يكون بإسرائيل إذا يعني بالنسبة المثل القريب حولنا. هي جمعت من كل بلدان العالم ناس يعتنقون اليهودية، جمعتهم من بلاد الهجرة، بلاد الشتات، وأنشأت إليهم وطن. لكن لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة بلدا للأفارقة الذين استعبدتهم، والدلائل يعني ليس فقط حديثة وإنما قديمة. هي استعبدت الأفارقة في أمريكا وأبقتهم في أمريكا، وبالمناسبة وضع الذين وضعوا في معسكرات اعتقال في فترات معينة هم من جندتهم للقتال. لذلك نرى يعني غالبية أو جزء كبير من المشاة الأمريكية وحتى البحرية الأمريكية من أفريقيين أمريكيون أفريقيون. أما الطامة الكبرى بالنسبة للولايات المتحدة إذا اعترفت للإسبانيك يعني للشعوب الأصلية بأن الولايات المتحدة هي بلدهم وبلد المهاجرين إليها، لأنها بذلك تعترف بشكل أو بآخر بأنها تعيد الأرض إلى أصحابها. وهذا يعني يخالف وعلى عكس ما قامت عليه أمريكا وعلى عكس ما تدعيه أمريكا في كل في تأسيسها وفي إيديولوجيتها وفي ممارستها. أذهب إليك أوغاريتا دندش محللة الميادين للشؤون الإعلامية والإقليمية. مراكز اللواء على شاكلة ما نراه في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا اليوم في تكساس، وعلى شاكلة ما رأيناه في مناطق النزاع والحروب، ما لها وما عليها؟ نعم، يعني هي تتشابه على الرغم من اختلاف أحيانا الدول التي تمارس أو التي تقيم هذه المخيمات، لكنها تتشابه من حيث البيئة التي يتم تربية الأطفال بها في بشكل عام، وهي بيئة غير صحية. عندما نقول غير صحية لا نتحدث فقط عن المأكل والمشرب وحتى عن الأمور الطبية، إنما نتحدث عن الصحة النفسية والاجتماعية إضافة إلى ذلك. الصحة النفسية والاجتماعية هم يضعون هؤلاء الأطفال في بيئة
منعزلة اجتماعيا، وبالتالي هم قادرون على زرع الأفكار التي يريدونها بهم، على توجيههم، على تربيتهم بالشكل المناسب والملائم للجهة التي تقيم هذه المخيمات. وأيضا هناك أمر آخر يتعلق بهؤلاء الأطفال الذين ينشأون في هذه البيئات، وبالتالي يكون لديهم هذا الغضب أو حتى هذا الحنق على المجتمع، على المجتمع بشكل عام، لعدم حصولهم على البيئة الملائمة والمناسبة والتي يجب أن يتربى بها أي طفل، وهذا حق من حقوقه. استغلال هؤلاء المخيمات، لدينا أمثلة لا تعد ولا تحصى في العالم. ربما نبدأ من أفريقيا، من حيث كانت بعض الدول ومنهم ليبيا سابقا كانت تستقدم أطفال يعني نتيجة الحروب، فقدوا أهاليهم أو حتى هم مشردون، أو نتيجة الأمراض حتى في بعض الدول الأفريقية أو الحروب كأوغندا مثلا، كان يتم استقدامهم إلى ليبيا، تدريبهم، وضعهم في مخيمات أو في كونتونات معينة، وتدريبهم واستغلالهم في لاحقا كعسكريين وكأعضاء في الفرق والكتائب العسكرية. هذا النموذج سابقا وفي أفريقيا يتكرر في أكثر من دولة، ولكن هنا نصل إلى سوريا، والأمثلة كثيرة على ذلك. لا تبدأ في تركيا، تبدأ في تركيا ولا تنتهي مع داعش، يعني الكل استخدم هؤلاء الأطفال. هناك خطورة كبيرة من استخدام هذه المخيمات، ربما سنتطرق إليها. صحيح. أيضا في هذه الحلقة. بالتأكيد أوغاريتا. أذهب إليك مجددا نزار أبو، ذكرت نقطة مهمة وهي يعني ما يتم القيام به من فرز يعني الذكور ما فوق 17 عاما وما بين الإناث والراشدين، لماذا يتم هذا الفرز؟ قلت بأننا لا نستطيع التكهن، ولكن هل هناك من سوابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية لناحية تجنيد هؤلاء أطفال المهاجرين أو ما شابه؟ التجنيد وارد جدا، هناك شركات أمنية، وليس بالضرورة أن يكون يتم ذلك عن طريق الجيش الأمريكي. القانون الأمريكي لا يسمح بتجنيد من هم دون 18، لكن هناك طبعا استقطاب للمجندين من كل أنحاء العالم في المجالات المتخصصة، لا سيما في مجالات الترجمة، في مجالات السايبر، الأمن السبراني وغيرها من المجالات التي يحتاجها الجيش الأمريكي. وهناك طبعا، لكن على صعيد آخر، هناك جيوش نظامية موازية على شكل بلاك ووتر سابقا، إريك برينس، لا يزال يجند الكثير من الآسيويين واللاتين وغيرهم، وهو الذي كان مدير شركة بلاك ووتر سيئة السمعة سابقا، وهو يتخذ حاليا طبعا من الإمارات العربية المتحدة مركزا له، ويوزع مرتزقة على دول مثل السعودية، ويستخدمهم في اليمن وفي إقامة قواعد في المنطقة، وهو يعمل كل هو وغيره طبعا يعملون كل ما هو ممنوع ممارسته على المستوى الرسمي. لكن الجيش الأمريكي في السابق كان قد وظف منذ الحرب العالمية الثانية ومنح جنسيات ل 760 ألف مهاجر أو طالب مشاركة، هؤلاء ساهموا في الحروب، وشاهدنا ارتفاعا في نسبة التوظيف في الجيش الأمريكي بعد 11 بعد 9/11 يعني 9 من سبتمبر أيلول 2001 على مستوى الشرق الأوسط، لكن هذه الظاهرة قلت حاليا بسبب نقص الحاجة إلى المجندين، ولكن لا نعرف مصير الأطفال هؤلاء. أذهب إليك قاسم عز الدين، يعني قال نزار في المداخلة الأولى بأن سبب تدفق هؤلاء الأطفال في هذه الآونة في الأيام الأخيرة هو وصول بايدن إلى البيت الأبيض، ولكن بشكل عام ما هي الأسباب الكامنة وراء ذهاب يعني هؤلاء الأطفال والمهاجرين من المكسيك وأمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ يمكن تسارع، إذا شئت يعني تسارع، أو ما يسمى بأمريكا اليوم قنبلة الهجرة، لها ظروف سياسية، لكن بنهاية المطاف إذا رجعنا 50 سنة الماضية والهجرة من المكسيك ومن أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، هم عمليا يعودون إلى أرضهم، وخاصة إلى المناطق الحدودية مع المكسيك. هذه المناطق أخذتها الولايات المتحدة بالحرب، يعني غزتها واستولت عليها، سرقتها إذا شئت، سرقت كل هذه المناطق، يعني كاليفورنيا، نيفادا، نيو مكسيكو،
كولورادو إلى آخره، وكل هذه المناطق، والناس في الضفتين بين الولايات المتحدة والمكسيك هم من أصول واحدة، وهم يعني شعب واحد وتاريخ واحد. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة لم تترك المكسيك ولم تترك أمريكا الوسطى أن تقوم وتقف على رجليها. نتحدث مثلا عن السلفادور، والسلفادور هي حديثة العهد، يعني بأيام ريغان. ريغان خاض حرب إبادة بالسلفادور، لأن كان هناك محاولات وكان هناك ثورة وحركة تحرر لكي تبني البلد بعدما يعني مزقته وحطمته الولايات المتحدة بكل كما حطمت كل حديقتها الخلفية. تدخل ريغان وأنشأ فرق الموت وقضى على الأخضر واليابس. اليوم السلفادور هو البلد الأكثر يحظى بأكثر يحظى، هو البلد الذي يتعرض إلى الجريمة الداخلية بسبب ماذا؟ بسبب ريغان وبسبب يعني التدخلات الأمريكية والحرب الأمريكية. نعم، وفرق قاصر الموت والعصابات وإلى آخره، وبسبب جورج بوش أيضا. طيب. الذي جمع يعني كل ما سماه يعني القارة الأمريكية للتدخل لمصلحة الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة هي التي حطمت البلدان، نهبت ثرواتها، وخلقت عدم الاستقرار الدائم ومن ضمنها وبالتالي موجات الهجرة والنزوح التي نراها في أكثر من بلد. أتحول إليك أوغاريت دندش، يعني أتيت على ذكر مثال في ليبيا وأطفال أوغندا، وأيضا مررت على يعني مخيمات اللاجئين أو معسكرات اللاجئين في تركيا والأردن. هكذا بيئة غير صحية كما وصفتها، ماذا تنتج؟ نعم، يعني سأتحدث عن تجربة يعني رصدتها من خلال زيارتي لمخيمين ومعسكرين لأشبال الخلافة، ما سمي بأشبال الخلافة، وهي المعسكرات التي أقامها تنظيم داعش على الأراضي السورية، أحدها في جبال البلعاس، هذه سلسلة جبال ممتدة بين حماة وحمص، والأخرى على أطراف دير الزور على الحدود مع محافظة الرقة. في هذين المعسكرين طبعا هناك يعني نلمس يعني ونرى بالعين المجردة كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال من خلال جانبين. الجانب الأول يتعلق بمسألة التدريس والتلقين الديني المركز، ويعني نعرف ما هي آلية تدريس داعش اللي هي مسألة الدين، والمسألة الأخرى هي التدريب العسكري والتجهيز، تجهيز هؤلاء ليكونوا أدوات ليس في المستقبل إنما في الحاضر. الكثير من هؤلاء الأطفال استخدموا في عمليات انتحارية في العراق وسوريا، ويعني من خلال طبعا الفيديوهات التي سربت والتي حصلنا على البعض منها ايضا، يعني يبدو ان هؤلاء الاطفال كان يتم تدريبهم وتلقينهم بطريقه ليكونوا مقتنعين، وبهذا العمر لا يمكن ان نتحدث عن اقتناع لانهم طبعا لا يملكون الوعي الكافي لاتخاذ القرار، ولكن هؤلاء الاطفال كان يتم تدريسهم دينيا وتدريبهم جسديا. وعلى فكره يعني نقطه هامه جدا، في الاماكن التي سيطر عليها تنظيم داعش كان هؤلاء الاطفال يسلخون عن عائلاتهم، يؤخذون الى المعسكرات ويعزلون عن بيئتهم الطبيعية الصحية على الرغم من وجود هذه العائلات، وأحيانا هذه هم من أبناء المقاتلين، يوضعون في بيئة ليتم يعني السيطرة على كل مفاصل حياتهم بشكل كامل وتهيئتهم. هؤلاء يشكلون ليس فقط خطرا على أنفسهم وعلى المجتمع، هؤلاء سيكونون قنابل موقوتة في المستقبل. صحيح. يعني سنتحدث يعني أيضا عن هذه النقطة الهامة. صحيح. لأن هؤلاء الأطفال نحن نتحدث عن أعداد قليلة، المخيمات التي زرتها يعني في غرف الدراسة والتي حصلنا على الكراسات التي كانوا يستخدمونها أعداد هائلة من الأطفال تم تجنيدهم ووضعهم. نعم. وتدريبهم وتهيئهم للمستقبل. أعود إليك نزار عبود، هل فعل ترامب في عهده يعني أو هل قام بخطوة مماثلة الذهاب بأطفال المهاجرين إلى قواعد عسكرية؟ نعم حصل ذلك، وهناك طبعا آلاف الأطفال الذين نقلوا إلى قواعد عسكرية، وحصل ذلك حتى في عهد أوباما. كان هناك طبعا تحدثنا عن الأقفاص الحديدية التي صنعت والتي لا تليق إلا بالحيوانات، وكان هناك نقص في التغذية والنقص في العلاج، وحتى حرموا من الاستحمام والنظافة، لكن الظروف حاليا لا تسمح بذلك بسبب أولا هناك رقابة. بايدن أتى
بأجندة يتحدث عن حقوق الإنسان والسماح بالهجرة مجددا وإنعاش ذلك، لكنه ولا يريد أن يكرر ما حصل في عهد أوباما وعهد ترامب من استغلال هؤلاء أو من إساءة استقبال هؤلاء المهاجرين. أسوأ ما يمكن حاليا أن يكون في عليه الإنسان أن يكون مهاجرا. هناك طبعا في البحر المتوسط وفي بين اليمن وجيبوتي وأثيوبيا وغيرها هناك مهاجرون يلقون في البحر ويقتلون أمام أعين الناس، وهناك مأساة كبيرة للمهاجرين. في أمريكا الوسطى هناك حالة من الذعر تنتاب الشعوب لدرجة أنها تتخلص من أولادها، تدفعهم نحو الهجرة خشية أن يقتلوا على يد العصابات وتجار المخدرات، لا سيما في ظل الضنك والنقص والشحة الذي تعيشه هذه المناطق على المستوى الاقتصادي، وبسبب الاستغلال الكبير من قبل الشركات التي نهبت ثروات كما تحدث الزميل قاسم عز الدين، نهبت ثروات هذه المنطقة وفرضت حكومات استبدادية فاسدة عليها كما حصل في البرازيل، وكما وتدهورت الأحوال الاجتماعية بشكل كبير كما حصل في فنزويلا نتيجة العقوبات. بالتالي هناك أجواء جعلت الهجرة البشر ينتقلون بشكل انتحاري تقريبا نحو أي فرصة للمعيش، وهذا طبعا يحصل في الشرق الأوسط. قاسم عز الدين، أين الأمم المتحدة ومنظمات الدولية من انتهاك الولايات المتحدة لملف حقوق الإنسان من خلال يعني ما ذكرناه وأثرناه حول أطفال المهاجرين؟ يعني نحن نسميه أو أي مراقب يعني عاقل حيادي يسميه انتهاك لحقوق الإنسان، لكن المنظمات والأمم المتحدة لا تتجرأ أن تنفذ هذه الكلمة انتهاك لسبب، وليس مسألة جرأة يعني ذاتية. المبادئ الأساسية إذا نظرنا إليها ككلمات متقاطعة نرى أن المادة الفلانية تقول والمادة الفلانية تقول، لكن الجوهر، جوهر حقوق الإنسان الذي قامت عليه الأمم المتحدة هو من مبادئ الثورة الأمريكية. يعني هنا بدأنا يعني نرى الاختلاف الواسع. هذه الثورة الأمريكية التي تبنت حقوق الإنسان وفيما بعد أصبحت أمريكا هي زعيمة العالم الحر، كل تاريخها يتناقض مع هذه الحروف التي تكتبها أن المادة الفلانية تقول والمادة الفلانية تقول، وخاصة بحديقتها الخلفية وفيما بعد عندما نصبت نفسها شرط العالم المعايير على أساسها تعمل المنظمات الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة التي قام أنشأتها أمريكا المساومة مع الاتحاد السوفيتي لا بأس، لكن المبادئ الأساسية هي المبادئ الأمريكية والمعايير هي المعايير الأمريكية. كل ما تقوم به الولايات المتحدة هو حقوق الإنسان، وكل ما يقوم بها غيرها وخاصة خصومها وأعدائها معادي لحقوق الإنسان. مثل بسيط يعني سريعا، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بطله كارتر، وفيما بعد يعني كارتر أخذ جائزة نوبل للسلام ومجدته يعني منظمات الحقوق. والسبب، السبب هو بين هلالين حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 1977. على الورق كل شيء تمام، لكن بنهاية المطاف قاسم لم يعد لدي إلا دقيقة واحدة، لذلك اسمح لي أن أذهب إلى أوغاريت دندش لأعطيها أيضا الوقت. قلت أوغاريت بأن هناك غضب لدى أطفال المهاجرين، قلت بأنهم قد يكونون يعني قنابل موقوتة، لذلك السؤال كيف السبيل لاحتواء هكذا يعني هكذا ملفات؟ طبعا السؤال الجدلي الذي يطرح دائما هم هل هم ضحايا أم قنابل موقوتة؟ هم بلا شك ضحايا لأنهم أطفال ولم يملكوا أي فرصة أو لم يملك الأهل أهالي هؤلاء أو حتى ظروفهم فرضت أن يكونوا في هذا الموقع، وبالتالي هم ضحايا لهذه الظروف. ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن ننكر أنهم قنابل موقوتة، لأنهم تم تجهيزهم وتم تدريسهم وتم تدريبهم ليقوموا بأدوار معينة. هل يتم احتواء هؤلاء في الحالات التي حصلت؟ يعني عندما
تم الانتصار على تنظيم داعش، ويعني في المحصلة أولا لا نعرف أين ذهب كل هؤلاء، منهم من عادوا إلى منازلهم مع أهاليهم، منهم من لا يزالون يتواجدون في بعض المناطق التي لم تبسط الدول سيطرتها بشكل كامل إن كان في سوريا أو في العراق، ولكن هل هناك احتواء؟ حتى الآن لا يمكن الحديث عن احتواء. نحن بحاجة لأن ننظم إعادة تأهيل هؤلاء، أن يتم تنظيم حتى أمورهم القانونية. بعض هؤلاء لا يملكون أوراق ثبوتية، هم أولاد الأنصار والمجاهدين الذين بين المتوجهين الذين أتوا إلى هذه البلاد للقتال مع أهاليهم. بعضهم ولد من أم سورية وأب أجنبي، وبالتالي هم بمعظمهم مكتومي القيد. نحن بحاجة لقوانين أولا لتسوية أوضاعهم، لأنهم حتى في الشق المتعلق بتربيتهم هم قنابل موقوتة، ولكن أيضا بالحالة الاجتماعية التي ستشكل لديهم حالة وردة فعل على المجتمع في حال بقوا على ما هم عليه من حالة غير قانونية. شكرا جزيلا لك أوغاريت دندش، وشكر أيضا موصول لقاسم عز الدين وأيضا لزميل نزار عبود، وشكر الأكبر لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.